السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في قناتي. اليوم حبينا نسوي فلوق آخر، فلوق في السور لار اللي موجود في فاتح. هذا الفلوق راح نجي لمطعم شريف برياني وناكل عدة الأكلات التركية إن شاء الله، فابقوا معنا. والأكلاتنا اليوم إن شاء الله راح يكون أكلات طيبة جدا جدا وممتعة بصراحة. حبينا في برنامجنا ماذا سنأكل اليوم نشارك معاكم عدة الأكلات اللي موجودة في تركيا. هذه الأكلة خاصة في موقع اسمه الفاتح. في فاتح هذه المطعم يعني صار له سنين أنا أعرفه، وأكلاتهم جدا شهية والشيفهم اللي يشتغلون فيها أيضا ناس يعني محترفين بصراحة. عندهم الأكلة الأولى اللي هو الأكلة الرئيسية هو اللحم، تمام؟ اللحم اللي يحطون في الفرن من تحت الأرض، وبعدين عندهم بردبيلار، هذا يكون مثل برياني، تمام؟ في خارجها يجي إطار من الخبز من العجين، وبعدين عندهم الممبار، الممبار هو من مصران الخروف ويكون فيها رز ومع بهارات ومع قطع اللحم لحم صغار. راح نطلع نروح نطلع الخروف من القاع الأرض، تمام؟ نطلعها في الفرن وإن شاء الله راح نشوف أحلى منظر وأحلى ريحة وأحلى طعم. تحياتي.
حلو والله ما اقدر اتحمل، قسما بالله متت من الجوع، من ريحتها، من جمالها، من الشكل. اوه بلاش يا الله. قبل ما نقعد حبيت اجربها. رائع. هذه السلطة اسمها جاوردا سلطاسة، تمام، بالجوز والطماطم والفلفل وقليل من خيار وفلفل احمر ونوع فلفل اسود والممبار. هذا الممبار. اوه بلا. طعم لذيذ جدا بصراحة. وجابوا لنا ايضا الكفتة. الكفتة ايش دي كفتة يسموها؟ الكبة. الكبة اللي مصنوع من البرغل وايضا بداخلها لحم مفروم. بسم الله الرحمن الرحيم. رائع. ويجي بصفة وياها عيران يجيبون هذا اللبن من سيرت، مدينة تقريبا بعيدة من اسطنبول 12 ساعة. عندنا ايضا بردة بيلاو. فرد الفلاو بهذا الشكل نقطعها. أوه. أوه. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله بسم الله. فيها دجاج وفيها بادم، فيها رز وفيها مشمش، تمام، وفيها زبيب، تمام، وطعمها جدا رائع. أحلى اثنين شيء اللي يعجبك في هذا المطعم هو عدم البريان. البريان يعني اللحم مستوي في الفرن بهذا الشكل، وعدم اللبن كلش راحة راقي، طعمه لذيذ جدا. جينا إلى نهاية الحلقة، أتمنى أن يعجبكم، ربي يحفظكم، وشكرا على متابعة الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك وديسلايك حتى وكومنتاتكم. وانتظرونا في يوم الجمعة القادمة راح ننزل الفيديو الثاني.